والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه بوحيه وبشرائعه وأمره ونهيه، منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن ومنها كتب لم يذكرها الله لنا، ولكننا نؤمن بها جملة ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصلا. وآخرها القرآن، آخر الكتب وأعظمها القرآن العظيم الذي أعجز الثقلين الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. هذه الكتب،